أحسن الله إليكم يردد الناس صوموا وتصحوا هذا فيه ح... يروى في حديث وهو غ... غير صحيح ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الصيام لا شك أنه أنه يصحي الجسم في لما فيه من من الطاعة ولما فيه من خلو الجسم من أخلاط الطعام وتحمل الجسم على الصبر وعلى ففيه صحة نعم